السلام عليكم. النهاردة الفيديو هنتكلم على ان احنا نعمل كوميونيكيشن ما بين كذا مايكرو كنترولر. في الحقيقة أنا احسن حاجة او اللي انا فضلتها يعني اللي انا اعمل بروتوكول انا اللي عامله بنفسي وانا اللي بنيه. ده هيسهل عليا حاجات كتير في الديفلوبمنت بتاعه، وفي السرعة في نقل الداتا، وفي اللي انا ابقى انا اللي ضامن السيفتي بتاع الداتا واللي هي توصل سليم. فعملت كوميونيكيشن جديد اللي هو الادريسابل سيريال بروتوكول. ده مستخدم في السيريال مديول العادي بتاع المايكرو كنترولر، ولكن محوله اللي هو يبقى ادريسابل، بمعنى اللي انا زي الاي سكوير سي اللي هو يبعت ادرس، والسليف اللي يبقى ليه الادرس اللي انا بعته يبتدي هو دوت اللي يستقبل مني الداتا ويكومونيكيت معي. هنشوف بس حاجات في الاول كده هو على الكوميونيكيشن دي. قلنا اللي احنا بنستخدم فيها اليو ارت اللي هو السيريال كوميونيكيشن، بتعامل ب 1 بايت، يعني ببعت 1 بايت وبستقبل 1 بايت، دي الداتا بتاعتي. السليف عشان لازم يكون في حتة ان لو انا بعت الادرس دوت والمايكرو كنترولر بيعمل حاجة لازم يسيب البروسيس اللي هو بيعملها ويستقبل مني الداتا، دي حاجة مهمة جدا. فبضطر ان انا استخدم في الانتربت، وعشان الماستر يكون هو اللي كنترول في الكلام ده او في السليف فلازم يكون external interrupt. تاني حاجة عشان ابعت داتا من السليف للماستر لازم يخش على مالتيبلكسر، على اساس المايكرو كنترولر الماستر يبتدي يسلكت انهي سليف هو دوت اللي هيبعت له الداتا. وديت انا فعلا حطيت هاردوير زياده، انا ما كنتش عايز احط هاردوير زياده، ولكن ده اتحط لسبب ايرور بيحصل في البعت من السليف للماستر انترفيسنج في الداتا، فبالتالي هضطر ان ازود هاردوير خارجي. الكونكشنز الاسلاك نفسها، اول حاجه بقى في سلكه داتا اللي هي الداتا اوت اللي طالعه من الماستر لو عايز يبعت لاي سليف، فهي بيبقى سلكه واحده ماشي عليهم هم كلهم. ولكن لما اجي ابعت من السليف للماستر لازم يعدي على المالتيبلكسر، تمام؟ وهنشوف الكلام ده كله في السيميليتر. وكل واحد من وهي بنايه واحده من الطلعه من الماستر واصله لكل الانتربت بتاعت السليف. الستيب بتاعت الكوميونيكيشن نفسه، يعني البروتوكول نفسه مبني على اساس ايه. اول حاجه بيبعت تريجلينج بت تريجلينج سيجنال للانتربت بتاعت السليفز كلها على اساس ان هم يبقوا اوير للادرس اللي هيروح. تاني حاجة هبعت الادرس ثرو السيريال. تالت حاجة، تمام خلاص انا بعت الادرس، هبتدي ابعت الداتا اللي انا عايز الادرس اللي انا بعته له يستقبلها. رابع حاجة بقى لو انا عايز اخد داتا من السليف فلازم اديله اذن انه يبعت، يعني هقول للسليف انت السليف يعني الادرس بتاعك كذا ابعت لي داتا. فببعت اول حاجه الادرس بتاع السليف، بعد كده ببعت لتر الاس كابيتال معناها سند الداتا اللي هي عندك او اللي انت مجهزها تبعتها لي، تمام. وساعتها بستنى للداتا اللي هي تجيلي، واكون لازم سلكت السليف من على الماستر من على سوري المالتيبلكسر. هنشوف السيميليتور ده نوت ماستر مايكرو كنترولر وفي اتنين سليف ممكن نزود اي عدد. دي البنايه بتاعت السند اللي هي الاوبوت بتاع الماستر مايكرو كنترولر اللي هو الاوبوت سيجنال بتاعت السيريال. دي حاجه. الحاجه التانيه البنايه بتاعت الداتا انبوت بتاع المايكرو كنترولر، تمام، تبقى قلنا معدية على مالتيبلكسر، بمالتيبلكس ما بين
الاتنين سليف او اي عدد بقى من السليفز، فهتزود الايمو بتاع الملتبليكسر. تمام، كلام جميل، خلاص. وادي السلكة بتاعت الانترابت اهي اهي، واصلة للانترابت اكسترنال، انت بتاعت مايكرو ده والمايكرو كنترولر التاني. هنشغل السيميليتور، انا عامله ان هو يبقى شغال في وايل لوب، اندلس لوب، تمام، على اساس ان انا يبان عندي لو انا عملت انتربت، يبان عندي لما البن ديت تقف عن الفلاشينج ده. اول بوتون انا عامله دوت بيعمل ايه، بيسلكت سليف من السليفز دي عن طريق الادرس، ويبعت له حرف الاس، معناها ان انت تبعت لي داتا، ويبتدي يستقبلها، ولما يستقبلها هيقارنها بفاليو متسجله جواه، ده كل الكلام ده في الماستر، بفاليو متسجله جواه، ويبتدي يطلع على اساسها فلاج. يعني ايه؟ يعني زي ما احنا هنشوف دلوقتي، انا دوست اهو، انا اديت امر لمين، يعني انا اول بين اول بوتوم انا مدي ام بدي امر الاول مايكرو كنترولر، ببعت له الادرس بتاعه، باخد ببعت له الاس، باخد بستنى الداتا اللي هتيجي منه. هو بعت لي داتا رقم 10، يعني بعت لي رقم 10 10 رقم 10 رقم 10 ده انا قارنته في المايكرو كنترولر بتاع الماستر من جوه، قلت له لما يجي الداتا اللي انت هتستقبلها بتساوي 10، يبقى ساعتها نور الليد رقم او البين رقم 6. وفي نفس الوقت في السليف عشان اتاكد ان الداتا اتبعتت، فببص على البين رقم 7. خلاص، تمام، مظبوط، كلام مظبوط. تاني بوتون هيبعت لدوت يقول له ابعت لي الداتا اللي عندك، تمام. بس في حاجة، لما اقول له ده ابعت لي الداتا اللي عندك، هي انا ظبطه ان هو يبعت داتا مختلفة، على اساس انا ابص على الكفاءة بتاعة السيستم دوت، فهيبعت لي رقم 15. رقم 15 اللي هيبعته دوت هقارنه برضو بالعشر، يعني هقارن الداتا اللي ريسيفد بالعشرة. هنيجي نشوف هيحصل ايه. البن طفت، ولكن البين هنا نورت، معناها ان هو بعت الداتا اوريدي، خلاص الداتا اتبعتت. طيب، تاني حاجة، احنا قلنا المفروض هقارنه بعشرة، لو طلع فعلا عشرة هينور بالنية رقم 6، ما طلعش بعشرة مش هينور حاجة، وهيطفي البناية رقم 6. انا كنت بعت رقم 15، وهنشوف الكلام ده في الكود، فبالتالي مش هينور حاجة. اما الزرارين التانيين دول، الزرار الاولاني بيبعت رقم 7 للسليف الاولاني برضه بنفس الطريقة، بيبعت ادرس بقى كنت يروح باعت الداتا وراه، تمام. طب البوتون رقم 2 بيبعت لده، تمام، بيبعت الادرس بتاعه، ده الادرس بتاعه بي، وده الادرس بتاعه ايه، الادرس بتاع دوت بي بيبعت بي، وبقى كنت بيبعت الداتا، والداتا هتتكتب على البورت هنا اهوت. خلاص، تعالى نشوف اهو، الداتا نوت 7 والداتا ديت 15. لما ابعت داتا 7 ادوس على البوتون دوت، هيبعت الادرس بقى كنت يبعت الداتا. خلاص، تمام. هنا هو حاجه كويسه ان ما حصلش انترفيس في الداتا. طب ما انا ببعت على نفس الخط، يعني المفروض ده يستقبل نفس الداتا، ولكن السكيورتي اللي انا عامله للبروتوكول دوت هيخلي الموضوع دوت عمره ما هيحصل خالص، حتى ان السيريال اصلا كمديول هو حاجه اسمها الدبل بافر. يعني ايه الدبل بافر؟ اللي هو بيبقى عنده اتنين ستاك او اتنين ستور بيحط فيهم الداتا اللي هتيجي. يعني لو انا بعت داتا دلوقتي وهو ما قراهاش، وبعت داتا تاني بعديها، تمام، وبرضه ما قراهاش، الاتنين داتا او الاتنين بايت دول بيبقوا متخزنين جوه المايكرو كنترولر. يوم ما المايكرو كنترولر يطلبها، يعني يقول داتا ريد، هات الداتا اللي عندك، هيقرا اول حاجه، عشان هو شغال بنظام الفيفو، فيرست انبوت فيرست اوت، فهيطلع لي الداتا القديمه، ولو طلبت داتا تاني منه هيطلع لي الداتا اللي بعديه، تمام. في حين ان مفيش اصلا ايه، في حين ان مفيش داتا اتبعتت في الحين في الوقت اللي هو طلب ايه الداتا دوت، فبالتالي في ان هو سيكيورتي عالي للسيف بتاع الداتا دي. دي خاصية في السيريال نفسه. فعندنا ان هو هي سهلت لنا مأمورية، المأمورية بتاعتنا في ان هي تسيف الداتا عندها، وبعد نبتدي احنا نرستورها لو الوقت نوت سايكرونايزد. ده مش موجودة في اي كوميونيكيشن تانية خالص. ليه؟
لان هنا في السيريال مفيش كلوك يبتدي يقرا عند بدايتها، عند بدايه الايدج او ما يقراش. ولكن في الاي سكوير سي والاي والاس بي اي ده فيهم كلوك، فهو بيقرا عند الفولينج ايدج او الرايزنج ايدج للكلوك، فبالتالي خلاص مش محتاج انه يخزن الداتا عنده غير 1 بايت فقط لغايه لما يجي البروجرام يقراها، او يجي المايكرو كنترولر اللي هو السليف يقرا الداتا دي، فبالتالي ساعتها الريجستر اللي هو بتاع البفر ده بيفضى. ده كود يعني ايه حاجه عشان نبقى عارفين احنا بنتعامل ازاي مع السيريال، وبرضه لما نيجي نشرح الكود يبقى واضح بالنسبه لنا كده. انا هبعت لي المايكرو كنترولر التاني رقم 15، فيكتبه على انا يعني ظبطه اللي هو يكتب على البورت بتاعه رقم 15. كده شفنا خلاص. لو لاحظنا بقى لو لسه المايكرو كنترولر شغال في الايه بروسيس بتاعته الاولانيه، يعني هو قطعها لحظه ان هو يستقبل ويخزن الداتا ويعرضها ويرجع، وفضل مستمر زي ما هو. طبعا ده كده سيستم الحمد لله الى يعني عالي في السكيورتي بتاعه، هاي سبيد. طبعا عشان مثلا اللي انا عامله، فبالتالي اللي انا ببقى عارف كل جزء فيه واقدر اعدل. بس هو احسن طبعا من الاي سكوير سي والكلام ده. هنشوف الكود ده، الكود بتاع الماستر انا قسمته ل functions. function للسند، سند الداتا، تبعت لها الداتا وهي هتسند على ايه السيريال. function مهمة جدا اللي هي اسمها الاوبن كوميونيكيشن، وابعت لها رقم الادرس بتاع السليف اللي انا ايه هبعت اللي انا عايز اوبن كوميونيكيت معاه عشان هبعت له حاجه. فبالتالي هيبعت لي رقم السليف سي مثلا، السليف دوت اللي انا هبعت له هو حرف الاي دي بتاعه او الادرس بتاعه حرف الاي، فهاجي هعمل التريجلينج بتاع الانتربت، وبعد كده هوت هبعت هستخدم الفانكشن بتاعت سند داتا اني ابعت الادرس على الخط السيريال. طيب كلام مظبوط. فبالتالي كده السليف اللي ليه الادرس بتاعه زي مثلا ايه هيبتدي هو ده اللي يصحى معايا ويبتدي يستنى مني الداتا الجديدة اللي انا هبعتها له، اللي هو اوريدي خلاص ده هيتعامل بيها. الفانكشن ديت اسمها request data from slave، يعني لو الماستر عايز داتا من السليف فبيبعت الادرس بتاع السليف اللي هو عايز ياخد منه الداتا، تمام، وبعديها بيستنى ياخد الداتا. فنشوف الفانكشن دي من جوه عاملة ازاي. جزء السطر دوت عشان اسلكت السلكشن لاين بتاع المالتيبلكسر، تمام، وبعد كده اهوت ببعت حرف الاس، ببعت حرف الاس على الخط. فبالتالي بيقول له انت انا عايز منك داتا دلوقتي، فبيبتدي يبعت الداتا اللي متخزنه عنده في الريجستر او في المكان اللي انا قايل له لما الماستر يطلب منك داتا لازم تبعت له الداتا اللي في الفاريبل الفلاني، تمام، او تظبط اكشن معين. يعني كل الكلام ده مفتوح ليك، دي فانكشن وانت بتستخدمها. وفي فانكشن اسمها داتا ريسيف، دي انا بستدعيها لما يكون في داتا انا هستقبلها. بعد ما بيخلص استقبال الداتا بيبعتها لي ك ريتيرن يعني للداله. في حاجه تاني برضو انا اعملها عشان تسهل المأمورية بتاعت اللي انا احشي كود جامد او الكلام دوت، وبرضو عشان تبقى لو عايز الم الفانكشنز دي في لايبريز بعد كده هوت يبقى سهل عليا اللي انا ما زودش الكود جامد، ولكن انا استخدم فانكشنز وخلاص. الفانكشن ديت اسمها on receive event، يعني مجرد ما ريسيف الداتا هعمل فيها ايه. زي مثلا ان هو انا بقارنها زي ما قلنا برقم 10، ولما الرقم 10 يطلع فعلا هو دي الداتا اللي جاية يبتدي ينور لي الليد رقم البين رقم 6 يحط لي عليها 1، تمام، كلام مظبوط. فانا ممكن اشيل بقى اللي جوه الكلام ده كله واقول له اعرض لي الداتا، او خد الداتا اعمل عليها بروسس معينة، تمام. ففي عندي اي اوبشن انا ممكن اعمله. خلاص كلام مظبوط. نيجي بقى للكود نفسه بتاع الماستر. طبعا ده تعريف البورتات عادي. هانيشالايز السيريال،
وابتدي اخش في الكود. احنا قلنا اول بوتون احنا عاملينه ده اهو، ده بيطلب داتا من السليف رقم 1 او السليف رقم A وطلعت 10، فقارن فطلعت، فنور الليد رقم 6 ب1. هاجي نشوف الكود هنا اهو، open communication مع السليف رقم A، وبعد كده request الداتا من السليف رقم A، وبعد كده read الداتا دي، و on event or receive event روح شوف انا هعمل ايه في الداتا دي، هظهرها هخفيها هعمل عليها process، الكلام ده كله. نفس الكلام دوت مع الايه السليف التاني، ولكن الكود بتاع السليف نفسه بيبعت داتا مختلفة عن الكود بتاع السليف الأولاني. يعني السليف التاني بيبعت داتا مختلفة عن السليف التاني الأولاني، فبالتالي ما بي يعني ما فيش حتة اللي أنا الداتا تخش على بعضيها ويحصل ايرور، لا ده خلاص ده بقى ده بيبعت داتا مختلفة وده بيبعت داتا مختلفة، وبقدر أدفرنشيت ما بينهم. قلنا البين رقم 3 أنا ببعت رقم 7 للسليف رقم A، فبالتالي فبعمل open communication. دي اول open connection، دي اول حاجة لازم نعملها، دي اول حاجة لازم نعملها اللي انا ه open communication الاول، لكن مفيش end communication، هو already بي end communication لوحده، يعني هو الميديو اللي انا بستخدمه بي end communication لوحده، على عكس ال I2C مثلا لازم تكون تعمل begin للcommunication، بعد ما تبعت الداتا وتبعت الادرس تروح عامل end للcommunication، تمام، او end للtransmission. دي مش عندنا، انا بس باوبن وديت حاجتين مدموجين في بعض، اللي انا باوبن الكوميونيكيشن نفسها وبسلكت الادرس بتاع السليف، تمام، وبعد كده ببعت الداتا، فبالتالي كود الكود نفسه بقى كومباك، بقت حاجه صغيره باوامر بسيطه بقدر اعمل حاجات كتير وسريع. ده نفس الكلام هنا اهوت، ببعت رقم 15. شوف الكود بتاع السليف رقم 1 برضو عنده نفس الفانكشنز السند وفانكشن ريسيف. والفانكشن بقى احنا قلنا الحتة الدبل بافر ديت تبقى مفيدة لينا، وساعات تبقى يعني الجديد بقى ان هي ممكن تبقى مشكلة لينا احنا، لان انا عايز السليف يستقبل الداتا اللي جايله، مش يقعد يخزن لي في داتا وبعد كده هو اجي اسحب منه داتا الاقي داتا قديمه، مش هلاقي داتا الان لاين، تمام. فبنعمل ايه؟ فالداتا القديمه ديت لازم نرميها، فطول ما في داتا بتتبعت وانت كسليف مش سيلكتد، يعني مش انت السليف اللي انا عايز ابعت له الداتا، بياخد الداتا دي ويرميها ما بيستخدمهاش، على اساس اللي هو يفضي الريجسترز بتاعته اول باول. طب بيفضيها ازاي؟ يعني لو قلنا هنا هو قلنا لو انت جالك الكيس بتاعك ان انت فعلا انت اللي اخترت اللي انت هنكومنيكيت معاك، فهتكمل عادي وتستقبل الداتا اللي جاي لك. طب افرض مش انت، هاخد الداتا ويرميها ويبتدي يبعت زيرو كريتيرن للفانكشن اللي هو فيها ديت فانكشن بتاعت الريسيفت، وبالتالي لما الاقي هناك انه بيقول لي ريتيرن زيرو اعرف على طول ان مش هو ده اللي انا يعني مش انا اللي سيلكتد، مش انا اللي الكوميونيكيت معايا، ومفيش داتا يعني مفيش داتا صح او سليمه جت، وفي نفس الوقت بفضي الريجستر اول باول من اول ما يقوم المايكرو كنترولر لغايه لما يموت خالص. وفي برضو اللي هو الاون ريسيف ايفن، بس ديت فيها يعني هو اللي انا بعرض الداتا اللي جات لي على البورت رقم دي فانكشن الانتربت، هقول له ان هو الانتربت الاكسترنال انتربت فلاج لما يجيب 1، فابتدي يخش في الفانكشن، لازم يتعمل له كلير، دي حاجه اساسيه. وبعد كده بعمل داتا ريد، بعمل ريد للداتا، انا في الانتربت بعمل ريد للداتا، فانكشن الريد للداتا لو داتا مختلفه، لو داتا هو الادرس، لو هو ده الادرس فبيرسيف الداتا وبيرتيرن الداتا الصح. طب افرض مش هو ده الادرس بيرتيرن زيرو، فهنعمل ايه؟
فطبعا حتة الاس اللي هو ان انا هسند داتا للماستر دي هتبقى برضو منفصلة، فهقول له لو الداتا اللي جات لك اس انا كده خلاص اتأكدت ان انا ان الماستر بيكلمني انا، فبالتالي هصنف بقى الداتا بتاعته اللي هو بعتها لي. لو بعت لي اس معناه ان انا عايز هو ايه ابعت له حاجة، فبالتالي هبعت له ايه الداتا اللي هو اللي انا مسيفها في ال variable اللي اسمه send. طب لو جالك حالة الزيرو اعمل بريك واخرج خالص من الفانكشنال انتربت وتروح كمل الشغل اللي انت كنت بتقوم بيه، مش لازم ان انت تشغل نفسك بداتا اصلا مش مبعوتها لك. اما بقى في حالة الديفولت، وديت الديفولت بمعنى لو جالك مثلا بقى داتا صحيحة بقى، يعني لو جالك سي مثلا انا ببعت 20 ببعت 30 ببعت 50 ببعت لغاية 255 معايا، فبالتالي هتقوم تعمل عليها العملية بتاعة ال on receive event. والكود الأساسي بنشغل فيه نواة ال interrupt، وده فيديو كامل كان عن ال interrupt. ونواة دي ال while loop اللي هي ال endless while loop اللي هو بيقعد يلف حوالين نفسه على أساس انه يخلص ال interrupt ويرجع لل function دي تاني، يعني كحاجة سيميليت ان هو كان بيعمل بروسيس زي مثلا بدرايف موتورز بريد سنسورز بيعمل اي حاجة انا مكلفه بيها بيكنترول على حاجة معينة. دي حاجة ده سليف رقم 1، سليف رقم 2 زيه بالظبط ما اختلفش عنه اي حاجة. ده كده البروتوكول اللي انا يعني حاولت ان انا اوصل الاعلى بيرفورمانس باقل الامكانيات، على عكس ان الاي سكوير سي ما بيشتغلش بالافيشنس بتاعته العاليه، هو والاس بي اي ما فيش برضو حته اللي احنا نقدر نعمل فيه خدع ونقلل الوايرنج اللي فيه، ولكن بالعكس ده الوايرنج فيه بيزيد. على برضو الاي سكوير سي الوايرنج فيه قليل ولكن السرعه متبقاش عالية، والداتا برضو ما بتد... السيفتي بتاعتها ما بتبقاش عالية، او ما بقاش في سيكيورتي على الداتا زي ما موجود في السيريال مثلا. فانا حاولت ان انا اجمع ما بين كل الكلام دوت، خدت من الاي اس كيو ار سي ان هو يبقى ادريسابل اللي هو يبقى شغال بنظام الادرس، خدت من الاي اس كيو ار سي دوت وخدت من الكان نفس الكلام اللي هو بيبقى ادريسابل، خدت من دي حاجة برضو موجودة في الميديو نفسه اللي هو بيسيف الداتا، فبالتالي مفيش حاجة اسمها داتا لوس. ده كده هو اللي انا قدرت اعمله. الكود ان شاء الله هيبقى الكود بتاع كل الحاجات دي تبقى موجود في ال description بتاع الفيديو، وال simulation برضو هيبقى موجود في ال description بتاع الفيديو. لو في اي كومنت او في اي تعديل على الديزاين دوت انا هقبله عادي جدا، ونحاول ان احنا نديفلوب في حاجة احنا فاهمينها واحنا اللي بانيينها من اول من الالف للياء، مش لازم نستخدم حاجات شركات هي اللي عاملاها او يعني اجانب هم اللي عاملينها يعني. بس شكرا.